بيت اخرى في اهلا بيك. شخبارك انت؟ بس عليك وينك من حاجات اخرى؟ عاملك صباح عاش بنتي لبس عليك وينك عالسلامة من حاجات اخرى يلزم وقت اللي يبداو يحكيو ما يقصوش 10 سكوندات دي سكوند معنى لما وحده نظيف سالوه سؤال هكا الضيف قاعد يخمر ما يزوش قاعد يخمر 10 سكوندات اذا كان قاعد 10 سكوندات يلزم واحد ونشطين يتحدث هذا من الحسابات الاخرى انه كل دقيقه يلزم يتكلم ونشطين اذا كان عدوا دقيقه ما تكلموش معناها جاي ضيف سالته سؤال قاعد يجاوبه اللي قاعد يجاوب خذا اكثر من دقيقه الاجابه نتاعو وما دخلش حتى المنشط ولا طيح في النار ابي يلزم وشنو التدخل نتاعو؟ التدخل نتاعو حتى يعطيك الصح اي ما هو كسر الصف والكلمه صحيح كيف تبدا غنيه متعديه يلزم يتكلم في وسط الغنيه يقول انتم الان على موجات راديو كذا انتم يلزم ما عنديش دقيقه ما فماش صوت تاع واحد من المنشط هما جروب دوكات حتى هنا يا دايما لازم في وسط لازم يتكلم يا سي كريم كجيري ما نجمش يعمل رمارك على كيفه هو لازم يكون هو لازم يكون على كيفه هو عنده ستة أربعة ولا أربعة هما مدربين بجوا أنه ديما يهزوا أربعة لابد أن يتكلم طيب لازم يتكلم واحد في وسطهم اي وجه بي يبغى ما تكلموش جوري كيفاش باش يعمل عليه؟ جوري؟ يكح لا 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 ما يتكلمش جوري لا لا ما يتكلمش جوري عنده هنا كازا زي من بعد يحط هذا الرابور نتاعو يقول راني في الوقت الفلاني عداو دقيقة ما تكلموش فتح كله في الماء باهي يقول قايل او ما نحطش هما يوليو يعديو 66 ساعة ويشوفوهم في جينيس في الماء تصور وباش يتعدى الصوت الكل والبوند الكل مع التصويرة إلى أنت تقول ما نحطش نعديها هما على أول غلطة أول كذا يطيحوا كل شيء في الماء معلم 66 شيء في الماء لا نهار الاثنين هذا أربعة من نهار الخميس 6 تاع العشية حتى شيء من نهار لحد نص النهار هذوما باش نزيدو نشوفو الخدمة نتاعهم نص النهار هكا شوفوا ستارت تايم 12 بالنسبة للتسجيل هذا يكون بطريقتين يا الوقت الريال اللي هو شوفوا فمي 12 يا بالوقت نتاع الكرونو معناها بداو على 0 0 مينوت 0 1